إسرائيل وضعت حجر الأساس لضربات عسكرية مباشرة وصريحة للعراق واستهداف فصائل بعينها مدعومة من إيران، زادت من وتيرة هجماتها عليها بطائرات مسيرة وصواريخ جديدة كان آخرها الأرقب. وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر وجه رسالة إلى مجلس الأمن مركزاً على القرار 1546 والصادر عام 2004 وبالتحديد الفقرة 17 التي ألزمت الدول الأعضاء ومن ضمنها العراق بمنع عبور أو إيواء الإرهابيين أو تزويدهم بالأسلحة أو تمويلهم، محملاً الحكومة العراقية مسؤولية ما يحدث على أراضيها. مصادر أمريكية قالت بأن واشنطن طلبت من العراق منع هجمات الفصائل المسلحة ضد إسرائيل كون أن الأخيرة ستكون الضربات وشيكة في حال لم تضع بغداد حداً لهم. في ظل هذا التصعيد يجد العراق نفسه في قلب العاصفة بعد أن حاول النائب نفسه مراراً وتكراراً عنها. لنبدأ أولاً بالتهديدات الإسرائيلية كما نشاهدها هنا عن طريق الجهات الرسمية بإسرائيل وحسابات المواجهة. إسرائيل عن طريق الجهات الرسمية: هجمات الفصائل من العراق يمكن أن تجر المنطقة لتصعيد خطير. أيضاً من ضمن التصريحات الأخرى التي تحدثت عن العراق بأنه على مجلس الأمن التأكد من إيفاء العراق بالتزاماته لوقف الهجمات. عن أي هجمات يتحدثون؟ عن الهجمات التي تنطلق من العراق ولكن عن طريق الفصائل المسلحة. بعض التقارير الأخرى تحدثت عن هجوم مضاد سيستهدف ويغتال عناصر رئيسة بالفصائل وذلك إن لزم الأمر، بحسب طبعاً الصحف. بعض الصحف الأخرى قالت إسرائيل تراقب فصائل العراق وتتجهز لرد متدرج. ننتقل إلى أبرز التصريحات الأمريكية عن ماثيو ميلر. ما الذي قاله؟ قال بأن واشنطن استنفذت وسائل الضغط على إسرائيل لمنع ضرب العراق وبالتالي واشنطن أيضاً دخلت على خط الأزمة. أما معهد واشنطن كما نرى هنا قال بأن إيران قد تزيد من استخدام صواريخها في العراق. طبعاً كل هذه تم تداولها عن طريق من؟ عن طريق الصحف، سواء صحيفة معاريف وغيرها.